نروح مع بعض الحلم تاني. صاحبه عالم مصري كبير في ألمانيا قرر أنه يرجع بلده عشان يحقق الحلم ده، هو الدكتور علاء بركات أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة برلين، واحد من علماء مصر تستطيع اللي كان نفسه أنه يعمل أو أنه يعمل مدرسة لتكنولوجيا الصناعات الحيوية. مش بس كده، كمان ده عمل مصنع بيساهم في توطين الصناعة المحلية وفضل ورا حلمه عشان يحققه بالفعل. بالفعل خلينا نقول إن السنة دي اتخرج الطلبة من هذه المدرسة ودي أول دفعة. الملفت إن في 9 من أوائل الجمهورية في التعليم المزدوج كانوا طلاب في هذه المدرسة اللي بتعتبر خامس مدرسة على مستوى العالم، مدرستين في ألمانيا، مدرستين في الولايات المتحدة، ودي مدرسة صاحبها عالم مصري نقل التجربة من برلين إلى القاهرة. معنا النهاردة الدكتور علاء بركات، صاحب فكرة إنشاء مدرسة تكنولوجيا الصناعات الحيوية، ومعنا أيضا الطالبة فاطمة الزهراء حازم الحصيلة على المركز الأول. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك منورانا. والطالبة أيضا سامة حسين الحاصلة على المركز الثاني. أهلا بيك يا سامة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيكو. يعني خليني في البداية أوجه السؤال بتاعي للدكتور علاء في البداية. دكتور، يعني اتكلمنا عن تكنولوجيا الصناعات الحيوية وإيه هي أصلا؟ يعني إحنا اتكلمنا يمكن قبل الهوا وبنتكلم عن أهمية هذه التكنولوجيا وهي استخدام الكائنات الدقيقة، فعايزين نعرف أهمية ده إيه في البداية من الأول بقى خالص قبل ما نتوجه للطالبتين. أولا صباح الخير لحضراتكم وشكرا على الاستضافة، وصباح الخير على كل المشاهدين. تكنولوجيا الصناعات الحيوية هي إيه؟ هي التكنولوجيا الحيوية. التكنولوجيا الحيوية هي استخدام الكائنات الدقيقة، سواء كانت ميكروبات، سواء كانت فطريات أو خلافه أشياء أخرى، لاستنباط واستخراج مواد فعالة، مواد أولية تدخل في صناعات كتيرة مثل صناعة الأدوية، مثل صناعة مستحضرات التجميل، مثل مستحضرات أو مواد خام للمواد الغذائية. بتدخل في صناعات كتيرة جدا جدا. استنباط إنزيمات تستخدم في تحسين التكستايل، الألياف، المنسوجات، صناعة السجاد. بتدخل في مجال الزراعة وعمل أسمدة ومنتجات طبيعية للنباتات أو مواد مقاومة للأمراض أو خلافه. فهي صناعة متشعبة في مجالات مختلفة، ولذلك نشأ كولرز، ألوان مختلفة. يعني التكنولوجيا الحيوية الخضراء أو الزرقاء أو الحمراء أو البنية، دي كلها مرتبطة بالمجال اللي بتخدم فيه هذه الصناعة. دي تعادل الثانوية العامة. حضرتك نقلت التجربة دي من برلين حيث حضرتك درست وجيت بيها مصر، صح كده الكلام؟ حقيقي هي الفكرة بدأت بالنسبة للمدرسة من وقت إنشاء مصنع مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية. هو مصنع لإنتاج الدياجنوستكس الطبي، المعامل الكاشف التشخيصية الطبية، وده أول معمل بالمواصفة الألمانية، بالستاندرد الألماني. في مصانع أخرى طبعا بس ده بالمواصفة الألمانية. في فترة تعيينات العاملين الفنيين والعاملين بالإنتاج، أقرب صناعة لينا هي صناعة الأدوية. فاكتشفنا أن ما فيش عمالة كافية أو بالشكل اللي احنا نتمناه من حيث التدريب، لأن الواحد غصب عنه عمل مقارنة بين هنا وفي الخارج، سواء في الصين أو سواء في أوروبا الغربية. فاكتشفنا أن في جاب كبير جدا بين الكواليتي بتاع العاملين. أنا بتكلمش عن المهندسين أو الدكاترة، أنا بتكلم على الكاليبر الفني المتخصص اللي بيشتغل على المكن أو اللي بيشتغل في الإنتاج أو في عاملين بتوع محطة المية أو العاملين الفنيين بتوع معامل الجودة. أوكي. فاكتشفنا أن لا، في جاب كبير جدا. ومن هنا بدأت فكرة، طب إحنا عايزين نوصل بفني، لأن الفني ده أو العامل اللي بيشتغل على الإنتاج ده جزء أساسي من المنظومة، وإن هو يقدر يأثر على كواليتي المنتج. مش بس إحنا بنستثمر كتير عشرات ومئات الملايين في البنية التحتية للمصانع وخطوط الإنتاج، ولكن العامل البشري ده ما كانش بيتم فيه الاستثمار بالشكل الكافي. من هنا بدأت فكرة المدرسة، طب في مدارس في الغرب في ألمانيا أو في الولايات المتحدة، ليه ما نعملش مدرسة زيها في مصر، نخرج الكاليبر ده يفيدنا ويفيد الصناعة المصانع الأخرى، أو يكون له مسار يقدر يكمل فيه جامعة. والمنظومة دي اسمها مدرسة داخل مصنع. طبعا يعني بوجه الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم المهني، لأن هم اللي ليهم الفضل في إنشاء هذه المنظومة كلوائح وقوانين تسمح للمصانع أنها تنشئ مدارس بنظام التعليم الفني المزدوج. يعني إيه التعليم الفني المزدوج؟ يعني الطالب بيدرس ويطبق جوه المصنع، بياخد أجواء المصنع.
فبالتالي ده مسار جديد فسمحت بيه الدوله، وبالتالي بدات الدوله تشتغل على طب الخريج اللي حابب يكمل دراسته هل احنا كده مالوش؟ لا له، فتحوا له اللي هو المسار الجامعات التكنولوجيه. فهي دي الامل، لان احنا عندنا جامعات اكاديميه كتيره ولكن ناس تطلع ريليتد اكتر متدربه اكتر على الصناعه، هو ده الامل في المستقبل مع التخصصات الجديده زي تخصص البنات الموجودين النهارده في اللقاء. طيب خليني الاول اوجه سؤالي للبنتين فاطمه وسما. يعني فاطمه في البدايه اللي خليكي تختاري المدرسه التكنولوجيه دي وايه تخصصك فيها بالظبط؟ يعني انت كان حلمك ايه في الاول لما التحقتي بالمدرسه دي وعايز تعملي ايه منها؟ خليني اقول لحضرتك ان انا كنت في الاول في ثانويه عامه قبل ما التحق بمدرسه مصر للتكنولوجيا الحيويه. الدراسه بالنسبه لي كانت صعبه جدا، خصوصا انه قرار التشعيع كان ملغي، فكان بالنسبه لي ان انا اكمل 3 سنين واخده كم المعلومات دي كلها وانا حد بيحب يطبق عملي ويحب انه يشتغل ويحب انه يمارس كل حاجه بايده، الموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا. صعب عليكي في الثانويه العامه ولا في المدرسه؟ لا في الثانويه العامه، بتكلم عن تجربتي في الثانويه العامه قبل ما التحق بالمدرسه. ده غير ان انا كان عندي مشكله برضو ان انا كنت بدرس باللغه الانجليزيه بعدين حولت ثانويه عام عربي، فده كان دمار بالنسبه لي. بعدين عرفت ان مدرسه مصر للتكنولوجيا الحيويه فتحت بابها للالتحاق بيها، بدات ان انا ادور على ايه هي التكنولوجيا الحيويه، حبيتها وحسيت انها قريبه جدا من ميولي، وان انا فعلا حابه ان انا اشتغل في المجال ده، وحابه ان انا اطبق بايدي، خصوصا ان احنا عندنا 60% عملي و40% نظري، دي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا. طب استفدتي ايه؟ ايه اللي لقيتيه فعلا قريب منك وحسيت انك فعلا اقدم لك اضافه لشخصك او لذاتك او لعلمك؟ استفدتي ايه؟ خرجتي بايه من القصه دي؟ بجانب الدراسه في التكنولوجيا الحيويه كمنهج، الكور بروجرام الغنى والرسم والانتربرينورشيب، ان انا اكون رائد اعمال، ده فرق جدا جدا في شخصيتي، فرق في طريقه كلامي، في تعاملي مع الناس، في تفكيري وتخطيطي، ده خلاني اكتشفت جزء في ان انا فعلا حابه ان انا اكون رائد اعمال، وخدت فعلا دورات بعد المدرسه يعني بخارج المدرسه في الانتربرينورشيب. والغنى طبعا اكتشفت ان انا الحمد لله صوتي حلو وحبيت ان انا اغني. السلامه والصحه المهنيه، انه اكتشفت انه القوانين اللي بنتبعها في المصنع او في المكان اللي احنا بنشتغل فيه دي بنتبعها في حياتنا عموما، مش المكان اللي احنا بنشتغل فيه بس. سيفتي بالظبط. وانت يا سما؟ انا الاول كنت موجوده في مدرسه تكنولوجيه ثانيه اللي هي اي تك، بس لقيت ان في مدرسه ثانيه فتحت، بصيت عليها لقيت ان هي المجال بتاعها بايو تكنولوجي، بحثت شفت ايه البايو تكنولوجي. انت قارنتي على اساس ايه بين المدرستين؟ المدرسه يعني التطبيق العملي بتاعها، انا بالنسبه لي المدرسه الثانيه ما كانش فيها تطبيق عملي زي المدرسه اللي انا موجوده فيها دي اللي هي ام بي اس، فحبيت اكتر المجال بتاعها، ما لقيتش ان هو موجود قوي في مصر، ما كنتش سمعت عنه قبل كده، وغير ان انا كنت بحب العلوم والمواد العلميه اكتر، فده كان ميولي اكتر من اي تك اللي هي كانت برمجه. ممكن اضيف حاجه؟ لما كنت بعمل سيرش عن مجال التكنولوجيا الحيويه وعرفت قد ايه هو مهم جدا في اوروبا، ده كان عامل كبير جدا خلاني ان انا حابه وشغوفه جدا ان انا ادخل المدرسه، حسيت ان انا ليا مستقبل في مصر وبره مصر، حسيت ان انا مميزه جدا عالميا مش في مدرستي بس. وانت كمان يا سما حسيتي نفس الاحساس؟ حسيت ان هو يعني المدرسه دي ليها مستقبل اكتر، فهتفتح لي مجالات اكتر ان انا اخش فيها. يعني حسيت ان انت ممكن بدراستك دي مش ممكن تكملي في مصر ومجال وورلد وايد او مجال عالمي؟ لا، اقدر ان انا اكمل بره بسهوله جدا كمان. طيب دكتور، يعني خليني اسال حضرتك دلوقتي، لما البنات يخلصوا المدرسه هيعملوا ايه بعد كده؟ فهمنا بقى. هو عندهم مسارين مفتوحين، مسار مهني المصنع بيرحب بيهم واحنا عارضين عليهم ان هم يعملوا عندنا عقود عمل ويشتغلوا معانا. ده لاين. اللاين الثاني ان هم عندهم الفرصه ان هم يدرسوا ويكملوا تعليمهم في الجامعه. على فكره الجامعات التكنولوجيه اللي فتحتها الدوله دي هي المستقبل، لان احنا قاطره التنميه في مصر او في اي دوله هي الصناعه والزراعه، والسيد الرئيس مهتم بالقطاعين طبعا، وبالتالي احنا محتاجين خريجين بمستوى انترناشونال ستاندر علشان يدعمهم هذه الصناعات المختلفة، خصوصا العالم بينمو بمعدلات سريعة جدا وأصبح خلق وظائف تتناسب مع العصر مطلوب جدا. طب يشتغلوا إيه بمؤهل اللي هو الموازي للثانوية العامة، ويشتغلوا إيه لو اتخرجوا؟ فني إيه هنا وهنا يشتغل إيه؟ حضرتك هو فني
يقدر يشتغل. حضرتك لما تشوف اي خط انتاج في مصانع الادويه او في مصانع التكنولوجيا الحيويه ده بيتكلف ملايين الدولارات واليوروهات. فانا لما استثمر في خط زي كده انا من مصلحتي ان انا اجيب واحد متخرج دارس وعنده الباك جراوند متكامل، لانه هيحافظ لي على المعده، هيطور لي من الانتاجيه ويزودها لي ويحافظ لي على الجوده. فلا ده شيء مطلوب جدا. ما في مصانع دواء غذاء في كل المصانع اللي انا ذكرتها، دواء غذاء مستحضرات تجميل اسمده وخلافه مصانع، لو هو كمل دراسته وتخرج معاه بكالوريوس فيقدر يشتغل كاخصائي. أيوة. وهيكون مستواه من وجهه نظري ان هو مرتفع اكتر من طالب خد ثانويه عامه تقليديه، مع احترام لطلاب الثانويه العامه، لان هو اشتغل 3 سنين درس عملي ما يوازي 70% من 60-70% وعملي ونظري 30%. فبالتالي اللي بيكون اتدرب بايده وشاف بعينيه ولمس واشتغل بيكون له مهارات اعلى كتير جدا من اللي درس نظري. انا بقارن بالثانويه العامه، طبعا الثانويه العامه شيء مطلوب لان احنا محتاجين اطباء ومهندسين ده اكيد، بس احنا محتاجين ده وده. ولكن لو بصينا لالمانيا، خريجين 70% من خريجين المانيا هم من المسار حقيقي المهني، لان هو ده الاساس في التنميه وفي دفع عجله الاقتصاد. اللي حابب اقوله كمان ان اللي بيكمل يخرج من الجامعه عنده مسار خارج مصر انه يدرس دراسات عليا، دراسات عليا تطبيقيه وابحاث تطبيقيه، لان احنا زي ما احنا محتاجين البحث العلمي. جامعه يخش جامعه ايه مثلا؟ كليه علوم، كليه طب، كليه صيدله؟ لا، بتكلم حضرتك على جامعه. انا اتمنى ان هم يعني للاسف حتى الان ما تمش انشاء تخصص تكنولوجيا صناعات حيويه ودوائيه في الجامعات التكنولوجيه، احنا موعودين بيها من وزاره التعليم العالي من عده سنوات. لو اتفتح هذا المسار هو انسب مسار ليهم. البديل اللي هو كليات العلوم او كليات الزراعه، برنامج البيوتكنولوجي، ولكن القانون ما زال او اللوائح لا تسمح لهم بهذه الدراسه، هو يقدروا يخشوا من خلال المعادله كليات الهندسه، ولكن الهندسه هي مش اقرب حاجه ليهم. فان شاء الله يعني اناشد معالي الوزير التعليم العالي يعني بهذا التوجه ومساعده الطلاب على دخول كليه العلوم قسم بايوتكنولوجي او كليه زراعه بايوتكنولوجي، وارجو انشاء الافضل والاهم انشاء هذا التخصص في الجامعات التكنولوجيه. اكيد. طيب فاطمه وسامة، هل توقعتوا ان انت تبقي الاولى وانت الثانيه؟ انا في الاول يعني كنت حاطه هدف ان انا اجيب مجموع كويس وكده، وكنت حاطه هدف ان انا ممكن اطلع من الاوائل، بس ما توقعتش ان انا اطلع الثانيه على الجمهوريه يعني. حتى في الاول لما كنتش مصدقه وبتاع، بس لا طلع ان انا جبت مجموعه وطلعت على الثانيه على الجمهوريه، فكنت فرحانه. وانت يا فاطمه؟ يعني ما كنتش متوقعه، رغم انه كان دايما كل اللي حواليا ده اساتذتي ودكاترتي واهلي واصحابي بيقولوا انت الاولى على الجمهوريه اكيد. بس برضو ما كنت حاسه من جوايا انه مش متاكده، مش حاسه. بس هو كان هدفي ان انا لازم زي ما سما كان هدفها ان انا عايزه اجيب اعلى مجموع، لان زي ما حضرتك عارفه انها مدرسه جديده، فانا كنت عايزه اكمل دراستي عشان انفع بلدي بالصناعه وانتج، اعرف معلومات اكتر تساعدني ان انا انتج اكتر. فكنت حابه ان انا اكمل، وانه على امل انه ان شاء الله يتفتح او يتاح لي تخصص التكنولوجيا الحيويه في الجامعه التكنولوجيه او في الجامعات الحكوميه، انه اكمل في الدراسه اكمل في الدراسه، وبالتالي انا اكمل في التفكير والانتاج. اكيد. هتعملوا ايه بقى؟ هتضيف حاجه كمان؟ هتشتغلوا وتدرسوا ولا انا احب جدا ان انا اشتغل وادرس، احب جدا. هو حابين الموضوع ان احنا نشتغل وندرس، فنتمنى ان كليات التكنولوجيا دي تفتح لنا، عشان يفتح لنا المسار ده ان احنا نقدر ان احنا نشتغل جنب الدراسه. وانت يا فاطمه برضه نفس الكلام بالظبط، هتشتغلي وتدرسي، يعني هتكملي في المسارين. بس احب برضو ان الدراسه تكون جزء اساسي من حياتي، الاثنين مع بعض. يكون جزء كمان في التخصص بتاعنا، ما نكونش في تخصص ثاني. صحيح. يعني ده هيكون افضل حاجه لينا. صحيح. طب دكتور، انا لو عايزه اقدم، او مش انا يعني، بس ولادي مثلا، اي حد دلوقتي بيتفرج علينا عايز يقدم لاولاده، هو نفسه عايز يقدم، يعمل ايه؟ التقديم للمدرسه ده من خلال التنسيق اللي بتقوم به مديريه التربيه والتعليم للتعليم المهني، في لينك الطلبه يقدروا يقدموا عليه. الوزاره هي اللي بتحدد عدد المجموع اللي بيقبل الطلاب. السنه دي المجموع بياخد من 230 درجه اعداديه بالنسبه للمدرسه عندنا. بعد كده بيحصل عمليه سيلكشن للطلاب، بيخضعوا لامتحانات، لان الدراسه عندنا في المدرسه باللغه الانجليزيه، فبيتم عمل امتحان لغه انجليزيه وبعض المواد العلميه.
للتأكد من الطالب مستواه يساعده، مش عايزين طالب يكون يعني يتعثر في الدراسة، لأن الدراسة يعني هي فيها جزء محتاج إن الطالب يكون قوي في اللغة الإنجليزية وفي المواد العلمية. بعد كده بيتعامل مع الطالب انترفيو شخصي للتأكد إن هو يعني ميوله وقدراته تساعده على الدراسة، لأن احنا مصلحتنا إن الطالب ما يتعثرش، إن الطالب يكون يقدر يستفاد الاستفادة المثلى من الدراسة. الشيء اللي أنا حابب أضيفه تعقيبا على السؤال السابق اللي هو الدراسة جانب العمل، ده اللي احنا بنرجوه إن احنا بالتنسيق، لأن في الخارج جامعات التكنولوجية أو الجامعات التطبيقية الطالب يقدر يدرس ويشتغل، لأن بيبقى في تنسيق ما بين الجامعة وجهة العمل. هو فعلا كل الطلبه الاوروبيين وفي الغربيين بتلاقيهم بالظبط كده، فهي محتاج تنسيق مع جامعات تكنولوجيه يعني، بحيث يسمح يبقى في وقت للطلبه تقدر تشتغل فيه ووقت تقدر تدرس فيه، بحيث ان الطالب يبقى ماشي على المسارين في نفس الوقت، وده افيد للطلاب وافيد لل. طيب دكتور، حضرتك قلت ان دي المدرسه الخامسه على مستوى العالم، في مدرستين في المانيا وفي مدرستين في الولايات المتحده الامريكيه، ودي الخامسه على العالم، ودايما الدوله كانت بتنادي بقصه تطوير التعليم الفني او تعليم اللي هو اللي ما يوازي الثانويه العامه، ان هو ده في العالم كله هو التعليم اللي بينتهي عنده، وقليل جدا اللي بيخشوا الجامعه او يعني نسبه قليله، لكن هم دول البيزك، واحنا عندنا ثانويه عامه هي المسيطره، صح كده ولا انا غلطان؟ ازاي نقلت التجربه دي وازاي عايز تغير المفهوم ده؟ شو اللي انا عايز اكد عليه، المدرسه هي الاولى في مصر وافريقيا والمنطقه العربيه. خمسة أو الستة أو السبعة، أنا مش يعني الدنيا بتتغير كل يوم، أنا يمكن الإحصائية دي من كام سنة فاتت، ولكن هي الوحيدة في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية. فكرة المدرسة طبعا ما كانش مجهود فردي، ده كان مجهود لتيم كبير جدا، ووجه يعني على الخصوص المدير الأكاديمي للمدرسة بروفيسور إيهاب كمال، هو اللي كان منوط به الجزء الأكاديمي وإعداد المناهج، لأن عملية إعداد مناهج مطابقة أو معترف بها من الجانب الألماني ما كانتش عملية سهلة، مع ملائمتها للظروف واللوائح المصرية، فكانت دي عملية مش سهلة جدا، بالإضافة لتيم تانيين من المدرسين والعاملين، لأن هم كل معانا ما كانش يشتغل عن قناعة وحب وشغف بالفكرة، مش هنقدر يعني نوصل للمنتج اللي احنا نتمناه. أحب أشير إن المدرسة العملية التعليمية شغال على أربع محاور. المحور الأولاني اللي هي متطلبات الوزارة، اللي هي المواد الأساسية سواء عربي ودين، واحنا بندرس في المدرسة دين إسلامي ودين مسيحي حسب ديانة الطالب. المحور الثاني هي life skills، اللي هي بندرس فيها الكوميونيكيشن سكيلز، طرق التواصل، طرق عرض البرزنتيشن. بنلاقي في خريجين جامعات للأسف مفتقدين للجزء ده، وفي الخارج الطلبة بيدرسوا في المرحلة الابتدائية، بيبتدي بيه التعود دايما على البرزنتيشن والكوميونيكيشن وازاي يكتب ايميلات، فده كان المحور الثاني اللي بنعلمه للطلاب عندنا، ولذلك هم الحمد لله ما شاء الله لما بيقارنوا نفسهم بفيديوهات مسجله من اول سنه عن ثالث سنه في قدرتهم على العمل البرزنتيشن، هم بيقعدوا لا احنا شايفينهم قادرين يوصلوا فكره بسلاسه تامه وبكل سهوله، وهم الاثنين عارفين يتكلموا كويس قوي عن الدراسه بتاعتهم وعن اللي هم عايزين يعملوه. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، والف مبروك ليكم فاطمه الاولى وسما الثانيه. شكرا ليك دكتور علاء بركات صاحب فكره انشاء مدرسه تكنولوجيا الصناعات الحيويه، والطالبه فاطمه الزهراء حازم الحاصله على المركز الاول، والطالبه سما حسين الحاصله على المركز الثاني. نشكركم على وجودكم معنا، بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لحضرتك.